من جديد استاد القاهرة يعود في أحسن صوره لاستقبال المباريات، والمرة دي العودة بالتحديد مش هتكون أي مباراة، هتكون هي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. زي ما حضراتكم شايفين ده ممر دخول الملعب، على إيدنا الشمال بتبقى أوضة خلع ملابس الفريق الضيف، على اليمين يبقى الفريق المستضيف. زي ما حضراتكم شايفين دي أوضة خلع ملابس الفريق الضيف. زي ما حضراتكم شايفين أول حاجة دي أوضة المدير الفني وجهاز الكورة، دي اللاعبين بيقعدوا هنا، دي أوضة خلع ملابس اللاعبين. كل لعيب ليه مكانه، مقعده، بتيشيرته بقى متعلق، حاجته موجودة تحت. كل اللي طبعا زي ما انت العمال غرف الملابس او المسؤولين عن غرف ملابس الفريق بيجي قبليها بحوالي ساعة او ساعة ونص يظبط كل الكلام ده. بتلاقي هنا تيشيرت اللعيب محطوط اهو بجزمته تحت، بالشراب، بالشورت، بكل حاجة ايه جاهزة ليه. دي بقى السبورة اللي بيشرح عليها المدير الفني. مكان لشاور اللاعبين ده زي ما انت حضراتكم شايفين، يمكن حاجة جاكوزي كده للاعبين بعد المباراة. دي أوضة التدليك، دي مهمة جدا، ادي ثلاث سرير تدليك. الباشمهندس هاني احمد مسؤول او المهندس الزراعي المسؤول عن ارضيه ملعب استاد القاهره، باشمهندس بنرحب بيك على جمهور الثالثه وان تايم سبورت في كل مكان. طبعا انتوا دايما مشرفينا اون سبورت على طول في اي حدث ولا في اي حاجه هنا في الاستاد، بيبقى مشرفينا باذن الله في اي حاجه. تبقى معايا كده طول بالك ونشوف كده بقى، تشمر لي ايدك كده وعشان هننزل الملعب ونشوف الارضيه والدنيا. قول لي كده معلش يا باشمهندس واحنا معاك اهوت هننزل الارضيه، ايه الارضيه بقى؟ يعني اشرح لي كده ايه هي دي وايه اللي حصل فيها واستاد القاهره وصل ليه الارضيه دي. والله بصوا احنا غيرنا كل الملعب، يعني الاول بدايه من الصرف، بدايه من الري، نوعيه الزراعه كانت الاول بتبقى بلاطات اللي هي البسبلم، دلوقتي احنا زارعين نوعيه اسمها برمودا، دي عباره عن بذره مش بلاطات، وبنيجي في فصل الشتاء بيزرع اللي هو ايه الراي جراس اللي هو الشتو بتاعنا، اللي هو بيبقى بيزرع من نص عشرة كده، هو بياخد 3 اسابيع، يعني احنا زرعناه الحمد لله قبل ماتش الاهلي والزمالك، فهتلاقي الملعب ان شاء الله في ابهى صوره في يوم الجمعه الجايه باذن الله، ونتمنى يبقى ماتش حلو يعني للفرقتين باذن الله تعالى. المنسوب بتاع الملعب بتاعنا الحمد لله بيبقى من 2 سنتي لغايه 2.3 من 10، وده هو المنسوب اللي بيحبه لعيب الكوره، لان كل ما يكون مستوى النجيل عالي كل ما يكون في اجهاد للعضله بتاعه اللعيب، بالاضافه ان انت لما نيجي باخه المايه دايما الاهلي بيحبها، المنتخب بيحب، الزمالك بنفس القصه بيحب باخه المايه اللي قبل المباراه، دي بتخلي الكره سريعه جدا تحت رجل اللعيب. فهو المنسوب بتاعنا من 2.3 من 10 اللي هو المنسوب الكويس للعيب. هو بفضل الله كان الموضوع ده في القديم في زراعه البلاطات، ليه؟ لان كان عندنا احنا ما بنزرعش شتوي، كنا بنعمل عمليه حاجه اسمها تغطيه بمشمع بلاستيك بيبقى 200 ميكرون معالج ضد اشعه الشمس، احنا لغينا الكلام ده كله خالص وزرعنا حاجه اللي هي اللي انا بقول لك عليها الراي جراس اللي هو الشتوي، اللي هو هيخلي ان شاء الله بفضل الله الملعب، انا بقول لك هو الملعب الوحيد اللي هيبقى في الشتاء هو الاخضر ان شاء الله باذن الله تعالى، وخد على لساني الكلام ده. مهما تلعب في المباريات؟ مهما تلعب في المباريات في الملعب ان شاء الله هيتحمل، لان احنا موضوع الفايبر اللي اتعمل كمان، الفايبر ده بيبقى ماسك النجيله الشتوي اللي هي اللي زرعت مع الصيفي. فحتى تلاقي جميع الملاعب في تاكلينج اللعيبه بيطلع كتل نجيله قد كده. استاد القاهره ما بيحصلش الكلام ده خالص، ما بيحصلش، لان الفايبر هو اللي ماسك. مسؤوليه الكلام ده مهم جدا. انا مسؤوليه الملعب ان شاء الله هيبقى في ابهى صوره، وتشرفونا في يعني اي فريق يشرفنا هنا، هو الملعب يعني جاهز، واحنا طبعا مباراه زي الاهلي والزمالك دي هي بيبقى ليها حساب خاص. انت كجمهور في 1000 و1000 هيحضروا مباراه القمه، 1000 من النادي الاهلي و1000 من نادي الزمالك. تعالى ادي جمهور النادي الاهلي، ادي دي الاولى شمال هتخش من هنا لو انت جاي معانا اهوت، لو انت جاي لجمهور النادي الاهلي دي الاولى شمال اللي هيخش منها جمهور النادي الاهلي، بتخش بتذكرتك اللي انت حاجز بيها واخدها، دي حضرتك بقى المقصورة الرئيسية، دي كبار زوار مجلس إدارة، الدعوات اللي بعتها مجلس إدارة الفريقين سواء النادي الأهلي أو نادي الزمالك. الأولى يمين بقى اللي هتكون معانا الوقت هي نادي الزمالك، زي ما حضرتك شايفين اهوت ادي البوابة، تخش شوف بقى، يعني تحط التذكرة هنا تخش، تحط التذكرة تخش، ده الشمال ويمين، ادي الألف اللي على شمالك هيبقى جمهور النادي الاهلي، ده الالف اللي على يمينك جمهور نادي الزمالك.